السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام الألف الياء. طبعا الحمد لله تم بيع الغنم النهاردة للحاج أشرف صاحب مصنع بداية لتصنيع اللحوم. بس امسك كده، ربنا يبارك له فيهم إن شاء الله ويطعمه خيرهم ويكفيه شره إن شاء الله. انتظرونا طبعا في حلقة هنحسبه مع بعض الحسابات عشان تعرف المدخلات والمخرجات ايه بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كنت اعمل الفيديو ده مستقل عن الفيديو التاني، بس قلت ندمجهم مع بعض وكلام باختصار، لان طبعا كده الدورة ما كملتش معانا، فما تنفعش اديك يعني على اساس المبيعات والمصروفات، لانها مش دورة تسمين، اصبحت مش دورة تسمين كاملة، اصبحت تجارة اكتر من انها دورة تسمين. الدور يعني يعتبر خدوا معايا بالظبط 10 ايام ده وقت الغنم، فهي تجارة يعني. جبت الغنم زبطتها جرعتها عودتها على العلف قصتها وعرضتها للبيع مقابل ربح بسيط جدا. الخلاصة الربح 1500 جنيه بالظبط، هم اتباعوا ب 39000 ومصرفين عليا 37500 جنيه. طبعا 37000 جنيه في 10 ايام شغل، 1500 جنيه شوية خالص، ده لما تكون في حالة هتسلم سلم واستلم، ناخد 1000 1500 مباشرة من غير ما تتعب نفسك وتجرع وتأكل وتنظف وتظبط، لا مش مستاهلة. بس بنقوله أحسن من القعدة لغاية ما السوق يتحرك والشغل يتحرك والبيع يفتح تشتغل في التجارة. اللي حابب يحسب احسب مصاريفها بالكامل، أنا كل حاجة ذاكرها بالتفصيل في المصاريف فيما عدا انا متبقي عندي كسر فول حوالي 25 كيلو، يعني شيل من كسر الفول 100 جنيه بس، ده المتبقي. الايفوماك اتاخد بالكامل، الفوركول بالكامل، الاضافات شيل منها يعني صرف منها حوالي 50 جنيه الاضافات وسيب الباقي، يعني احسب الحسابات على كده هيطلع لك 37500 جنيه. ده مصاريفهم، دي مصاريف الغنم. صارفين حوالي 10 بلات دريس كل يوم بمعدل بالة، البالة العشرة مفتوحة اهي، بس دي البالة رقم 10 دي اللي بتبقي منها، وادي الذرة مفيش يعتبر اهو، الدنيا مظلمة بس هنا اهي مفيش، ما يجيش 2 كيلو فيها في البرميل، الذرة فيها الكسر فول بس الدنيا مظلمة هنا للأسف مش هتبان. المهم حوالي 25 كيلو كسر فول، ده المتبقي عندنا. طبعا هي مش دراسة جدوى، هي تجارة أكتر من إنها مشروع تسمين. طيب احنا طلعنا، ناس كتير بتقول لي انت طلعت هتكمل معانا ازاي هالسلسله؟ طبعا انا ان شاء الله سلسله هنحاول قدر المستطاع، هنبني فاصل وهنجيب مجموعه للتسمين، هنحاول قدر المستطاع والله 10 او 15 خروف او 20 خروف هيبقوا للتسمين دوره كامله، والباقي المكان هيبقى تجاره نجيبه بنبيعه بنشتري وبنبيع على طول من غير تسمين. وهنعمل معاك، هنحاول نعمل معاك سلسله من الاول للاخر، من بدايتها للنهايه ان شاء الله. ادعوا لنا بالتوفيق ان شاء الله، واللي حابب يتابع طبعا معانا يشترك في القناه ويتابع معانا ان شاء الله كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.